توسعت الاشتباكات في يومها الثاني في البغداد غرب محافظة الأنبار العراقية بين الجيش الذي تسانده قوات الصحوة وميليشيا الحشد الشعبي وبين قوات تنظيم الدولة الإسلامية. التقدم السريع لمقاتلي تنظيم الدولة في المناطق التابعة للبغدادي ترافق مع إطلاق تحذيرات من مجلس محافظة الأنبار من احتمال سيطرة التنظيم على المدينة بالكامل في حال عدم إرسال تعزيزات عسكرية فورية. في غضون ذلك أفاد مصدر أمني بأن قوات تنظيم الدولة تواصل ضغطها العسكري على المدينة بهدف عزل قاعدة عين الأسد الجوية العسكرية ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة والمصنفة الأكبر في العراق. وقد تضاربت الأنباء حول مصير هذه القاعدة التي تقع على بعد كيلومترات من البغداد وتضم مطارا عسكريا وموقعا لتدريب القوات العراقية بإشراف مئات المستشارين الأمريكيين. وقد أصبحت وفقا للمصدر في مرمى نيران تنظيم الدولة الذي شرع في قصفها وفق صور بثتها مواقع مقربة من التنظيم، لكن الجيش نفى ذلك وأكد أن قواته تمكنت من وقف تقدم مقاتلي التنظيم باتجاه القاعدة، إلا أن أصوات الانفجارات وإطلاق الرصاص وفقا لمصدر أمني في البغداد تجددت في محيط قاعدة عين الأسد، ورجح أن يكون التنظيم قد عاود هجومه عليها بزخم عسكري أكبر. ينضم إلينا من أربيل مراسل الجزيرة وليد إبراهيم. وليد، ما مصير قاعدة عين الأسد الآن؟ لما لهذه القاعدة من أهمية كبيرة على ما يبدو؟ محمود، إذا انطلقنا من البيان المقتضب والذي لم يتضمن أي تفاصيل والذي أصدرته وزارة الدفاع العراقية، فإنه يعطي مؤشرات قوية على أن هذه القاعدة بارت الآن عرضة لهجوم مسلح كبير يشنه مقاتلو التنظيم، وأن الأحاديث التي تم تداولها يوم أمس واليوم أن مقاتلو التنظيم باتوا على مقربة من القاعدة هي أحاديث مؤكدة. وزارة الدفاع العراقية وإن كانت قد أعلنت أن مقاتليها أحبطوا هذا الهجوم وأن 8 مسلحين انتحاريين حاولوا الاقتراب من القاعدة تم قتلهم، لكن المصادر من جهة أخرى من الطرف الآخر تحمل تفاصيل أخرى غير التي ذكرتها وزارة الدفاع. قبل قليل جاءت مصادر من المدينة تقول أن هناك كان هجوما مدبرا كبيرا شنه مقاتلو التنظيم الدولة، وأنها استخدمت في هذا الهجوم 8 شاحنات مصفحة ومدرعة ومفخخة كان يقودها 8 انتحاريون. تمكن هؤلاء من الوصول إلى الجدار أو السواتر الأمامية التي كانت القوات العراقية قد أعدتها من قبل للدفاع عن القاعدة وفجروا أنفسهم، والمصادر تقول أن هذه التفجيرات تمكنت من إخراق من إحداث جدار أو ثغرة في الجدار المقيم حول القاعدة، وأن المعارك هذا هو المهم بالموضوع وأن المعارك الآن تدور داخل القاعدة. لا تفاصيل عن ما هو الجزء الذي تمكن مقاتلو التنظيم من السيطرة عليه داخل القاعدة، ما هو حجم الضحايا، ما هي الإصابات التي تكبدتها القوات الحكومية أو حتى المنشآت داخل القاعدة حتى اللحظة. لا تفاصيل عن الموضوع، كل ما هو متوفر حتى اللحظة أن وزارة الدفاع العراقية قد اعترفت أن هناك هجوما مسلحا استهدف القاعدة وأنها أفشلته، لكن الطرف الآخر يقول أن هذا الهجوم نجح. طيب، وأن الاشتباكات تجري حاليا داخل القاعدة. وليد، الأنباء تشير إلى أن هناك أكثر من 300 جندي من مشاة البحرية الأمريكية يقيمون في هذه القاعدة أو موجودون في هذه القاعدة لتدريب قوات الأمن العراقية أو القوات العراقية، هل هناك أي بيان أمريكي حول ما يجري هناك؟ حتى اللحظة لا تفاصيل، لا تفاصيل من حكومة بغداد في بغداد، ولا تفاصيل سوى البيان الذي أعلنته وزارة الدفاع العراقية، ولا حتى المصادر الأمريكية. حاولنا التواصل مع المصادر الأمريكية في بغداد لكنهم حتى اللحظة أحجموا عن إعطاء أي رد فعل أو أي تفاصيل عن الحدث. صحيح أن القاعدة تضم المئات من المستشارين الأمريكان الذي كانوا والمستشارين آخرين من جنسيات أجنبية كانوا قد وصلوا إلى القاعدة قبل فترة ليست بالقصيرة، وهم يقدمون التدريب والمشورة للقوات العراقية، لكن ما هو مصيرهم لا أحد يعرف حتى اللحظة. هناك مصادر قد تحدثت يوم أمس وصباح اليوم أن قوات برية للتحالف الغربي شاركت في صد الهجوم وخاصة الهجوم الذي يحدث على قاعدة البغدادي، لكن إحجام السلطات الرسمية في بغداد وأيضا إحجام المصادر الأمريكية عن إعطاء تفاصيل يجعل من الموضوع فيه كثير من الغموض، وكثير من تفاصيل هذا الموضوع ما زالت غامضة وغير واضحة حتى اللحظة. وليد إبراهيم من أربيل، شكرا جزيلا لك.